بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، ما زلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. نذكر صاحب التوقيت الأفضل، التوقيت الأجمل، شعار سحمي حاضرا أيضا هنا في هذا الانطلاق، هذا اليوم الجميل مع الجعدان. بنقول فداع سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي، 6:03، التوقيت المميز ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة من أرضية هذا الميدان، من أرضية هذا الميدان الحاضرة هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. اذهب هناك إلى الصدارة، اذهب إلى المركز الأول، هناك اللي غادر الواعية اللي تسللت للسيد هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، بينما اللي في المركز الثاني يا سلام يا محنة لماجد بن علي أحمد بن علاي النقبي حاضرا مع محنة في المركز الثاني، بينما اللي في المركز الثالث أيضا هناك اللي في المركز الثالث ما شاء الله الفاتن عبد الله بن سالم البلعبدة الشامسي وشرايين محمد بن بن عبيد بالدبيلة حاضرا على المركز الرابع، بينما اللي في المركز الخامس ذيبة سالم بن خلفان بن علي الشامسي في المركز الخامس، وفي المركز السادس هناك سمحة عبد الله بن سعيد بن محمد بن زاهرة على خيلي سادسا، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله غازية لمحمد بن مطر بن سيف بلاحج الهاجري حاضرا أيضا بلاحج مع هذه الانطلاقات، ومزيونه اللي احترنا لخالد ولا لحمد، ما نقول لحمد وخالد بن علي بن سعيد بلومية. ها هي النتيجة أيها الإخوة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز حاضرا متابعا لكل هذه الانطلاقات. اذهب هناك الى الصدارة، الله بن هزيم بن هزيم وبن واس وبالدبيلة والشامسي اللي كلهم في موقع واحد، موقع استراتيجي، موقع مميز. الى الامام يا النقبي، الى الامام، الى الناموس يا بن هزيم، إلى الناموس يا بالدبيلة، إلى الناموس يا الشامسي. وين يتجول ما بين هاي الأربعة، ما بين هذه الأربعة؟ هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا. يا سلام يا بن هزيم، يا سلام يا راعي الواعي هزيم بن محمد بن هزيم المسافري تبارك الرحمن. النقلة هناك على الفاتنة عبد الله بن سالم بن علي بن عبده الشامسي، ثالثا تأتي محنة أيضا في المركز الثالث، محنة ماجد بن علي بن أحمد علاي النقبي حاضرا مع محنة في المركز الثالث، بينما اللي في المركز الرابع شرايين لمحمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة. الكيلو الأخير لمن هذا الناموس، لمن هذا السلام، لمن هذا الانتصار؟ هذا والعلم عند الله. أنت تريد؟ أنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. إلى المركز الأول، إلى بن هزيم، إلى رأس الخيمة، إلى السوان، إلى الإنجازات، إلى الناموس. موقع الناموس محتار ما شاء الله. يا بن هزيم، يا بن هزيم، وصلت مزيونة، أوصلت مزيونة. يا سلام يا بلوبية، سلامي عليك. الله يا اليوم وصلكم باللاحج، الأسامي كلها بدأت تقترب، ولكنها الواعية هي الأقرب للناموس. هزيم بن محمد بن هزيم المسافري وصل راعي مزيونة، وصلكم خالد وصلكم حمد أبناء علي بن سعيد بلومية، ولكن بلاحج
بلاحج بلاحج يقترب في اللحظات الأخيرة، بلاحج يقترب في اللحظات الأخيرة، مزيونه الواعية، مزيونه ولا الواعية هو غازية ثلاثية إلى القمة، ولكن مزيونه المفتونة، الواعية صامدة، مزيونه تحاول، الواعية صامدة، اللحظات الأخيرة، الواعية بالمركز الأول مسيطرة على مقدمة الشوط، هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، سلام 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 سلام، شكرا يا جابر على هذا التشجيع. المركز الثاني لحمد بن علي باللومية، المركز الثالث أيها الإخوة هنا لمحمد بن مطر بسيب اللاحج الهاجري، المركز الرابع اللي في المركز الرابع شعار عبد الله بن سالم بن علي بن عبده الشامسي، وفي المركز الخامس هناك تأتينا مشاكل حضيرم بن علي بن سويدان الاجتبي، 6 دقائق توقيت 8:28 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.